السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأذكر مرة كنا مسافرين خارج أرض الوطن وركبنا في طائرة وكان معي واحد الشخص فيلسوف زمانه، يعني كثير الكلام وكثير النقد وكثير السخرية. كنت معه في حوار وكان معنا واحد الرجل في المركب من رجال التبليغ، حاول أن يدعوه إلى الله. قال لي أنتما جبتوا الأفكار ضالة وأنتما درتوا أفكار كلها مغلوطة وخليتوا الناس كيعيشوا في الأوهام وكتخبروه بأن هناك جنة في السماء وكتخبروا بأن إله، أنتما درتوا أفكار كلها. وبقى لي بالنقد. أنا حاولت أن أقنعه بالأدلة والبراهين لكن لا يريد أن يقتنع. ولما كنا في الطائرة جاءت المضيفة: ماذا تشربون؟ أنا قلت لها كأس ماء أو كأس شاي. صديقي الآخر قال كأس قهوة. هو قال لها مشروب روحي، يعني خمر. شرب الخمر وبدأ يضحك ونحن نسير بالطائرة. وصلت لواحد الأجواء، الطائرة بدأت تتأرجح في الفضاء، بدأت تهتز وتميل، والطيار لم يعد يملك من أمره شيئا. وهنا بدأت الحالة. سبحان الله، ذاك الرجل من أهل التبليغ كنت كنشوفه لابس واحد القميص ودير واحد العمامة، فرحان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وذاك الرد عليه من الجهة أخرى: محمد رسول الله محمد رسول الله. أشي اللي خرج من الفم؟ هو كيقول لا إله إلا الله وذاك تخرج مني محمد رسول الله. كنكمل لي الشهادة. والسيد اللي وسط منا ذاك فيلسوف زمانه بدا كيبكي وكيقول واحد الكلام كيقول لا استطيع ان اقوله لكم، كلام كيبين على انه في خطر وانه في سبحانك يا جليل. بقينا كلمه لا اله الا الله حتى تجاوزنا المرحله الخطيره وبدات الطائره لم تعد تتارجح في الفضاء، لم تعد تهتز وتميل، ثم استقرت. ومن ثم أخونا هذا الذي كان في زمانه اختفى عنه الإلحاد، وبدأ لسانه يضج بالدعاء وبدأ يقول لا إله إلا الله. سبحانك يا جليل. قلت له كان حمد الله ونشكره على هاد التجربة. عشنا فيها تقريبا واحد 17 دقيقة، كنحسبها 17 دقيقة اللي كانت الطائرة غطيح، وعشنا هاد الأمر هذا. والله ما كتشعر بالخوف، كتشعر كتقول الله غنمشي عند الرحمن وهو عندنا راضٍ. يا ربي اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مسكين يقول كلام آخر. فربنا سبحانه وتعالى كيجعل لنا السبب. لهذا كنبغي نقول للأحباب الكرام جميعا، أي واحد كيشعر بأنه عنده مصائب في حياته أو شدائد، اسأل نفسك ماذا يريد الله تعالى منك من خلال تسليطه لك لهذه الشدائد. إنه يريد منك أن تطهر فطرتك السليمة التي أصابت غشاوة. الإنسان لا يشعر بحاجة وفقر إلى خالقه إلا إذا شعر بوجوده. وصدق ربنا حينما قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بغينا نقول أيها الأحباب الكرام حنا جميعا محظوظون. بغينا نقول هو أن الحياة إلا كانت مرة كتعطينا لكمات أو طعنات، أزمة مالية، أزمة صحية، ظروف غير مواتية، حنا الحمد لله عندنا واحد النعمة عظيمة كنعتز بها وهي رأس المال. رأس المال ديالنا كله هي، لا عندك هي راه ما تخمل حتى حاجة، وهي أننا على دين الإسلام، دين الفطرة السليمة. فنحن جميعا مفطورون على هذه الفطرة، فطرة العقيدة الصحيحة، فطرة التوحيد ومحبة الخير وإثاره وقبوله وكراهية الشر ودفعه ورفضه. حنا هكذا ربنا خلقنا. ولكن أحيانا قد ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا بعض الشدائد فقط ليعرفنا بنفسه. هذه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها عباده هي فطرنا كذلك على بعض الجبليات باش يبقى الحياة تبقى مستقرة ومستمرة.
اعتاد ضعبه الزواج حتى هي من الفطره. علاش؟ حتى لا ينقرض الجنس البشري. اعتاد حب البقاء باش نبقاو دائما متمسكين بالحياه. اعتاد الخوف من العدو باش نستعدوا لمواجهته. فربنا اعتاد الفطره ولم يتركها بلا ضابط او توجيه، بل وضع لها ضوابط حتى لا تنحرف الى الطرق الحيوانيه والغرائزيه والشهوانيه. بعض الناس ربما يضعون قوانين في حقوق الانسان، في الحريات الفرديه، ينطلقون من افكار معينه ويتغيب عنهم المرجعيه الدينيه العليا، وهي ان الانسان خلق على الفطره السليمه بعيدا عن الطرق الحيوانيه والغرائز والشهوانيه. فربنا اذا كان قد وضع لنا ميولا الى الجنس فقد اضطره بالزواج، واذا كان وضع لنا ميول لكسب المال وحب المال فقد اضطره بالكسب الحلال، وامرنا بان نخرج من الصدقه والزكاه. اذا اعطانا حب النفس والولد والاهل والموطن، هذه كلها من الفطره السليمه حتى نحافظ على جماعتنا وعلى مجتمعنا. هكذا هي الحياه. ربنا اعطانا حب الحياه لكي نرغب في التمسك بها، ولكن اعطانا كذلك اشياء اخرى كلها تدخل في اطار ما يسمى بالفطره السليمه. هذه الفطره هي عند المؤمنين والمؤمنات من كل الجنسيات. العرب لا يشكلون سوى تقريبا في العالم الاسلامي حوالي 23%، 23%، والبقيه ليسوا بعرب. الناس اللي هما مسلمين وعندهم ايمان قوي، ماليزيا، باكستان، الهند، ايران، دول كثيره، والدول الامازيغيه اكثر من 77% هما غير عرب وعندهم ايمان قوي وعندهم فطره سليمه. لهذا نقول ايها الاحباب الكرام، نركز اننا نحن جميعا علينا ان نكثر من الحمد والشكر لله، لان راس المال الحقيقي في الدنيا كلها اللي هو الدين راه ربي اعطانا شي بركه منه، واعطانا كذلك الوسط العائلي والمجتمع ديالنا راه مؤمن رغم بعض الهدات، ولكن راه مؤمن، نعمه وبركه. احذروا ايها الاحباب الكرام من عدوين، من شيطانك ومن قرينك. راه عندك شيطان وعندك قرين، احذر منه، لانه دائما لا يهدأ له بال، راه خدام عليك، راه غدا راه وضع لك واحد البياج، غدا وضع لك واحد المطب، غدا راه وضع لك واحد الشده. بماذا تستعيد؟ استعيد بالله، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. واعلم بان كل مصيبه اصابتك او شده راه غير رساله من عند الرحمن، غايتها ان تفقه حقيقه نفسك وحقيقه الوجود لكي تصير فطرتك اكثر نقاوه واكثر صفاء، وهذه كلها غتبقى دائما مستمره اذا كان الانسان ينادي ويقول يا الله يا الله يا الله. فاللهم حبب الينا الايمان وزيده في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.